تحلو البلدات العربية بروح الاحتفال بأول أيام عيد الفطر السعيدة، وتشهد الشوارع والأزقة حركة تجارية نابضة بالحياة. وفي المقابل يشغل الشباب في البلدات العربية مسيراتهم الضخمة في الليلة العيدية، حيث يرتدون الزي الكشفي ويحملون الأعلام ويتجولون في الشوارع والأحياء معبرين عن فرحهم وتضامنهم مع بعضهم البعض. أنتم مع بانوراما هذا اليوم، وساعة جديدة نستهلها بالعناوين. العالم العربي والإسلامي يحتفل بعيد الفطر السعيد بالصلوات والأميات والمعايدات. تفاوت في الحركة التجارية بين البلدات العربية في استقبال عيد الفطر السعيد. وظاهرة تناول الطلاب لحبوب تنشيط الذاكرة في الفترة الدراسية أسبابها وآثارها. في ملفنا الأول، يستقبل العالم العربي والإسلامي أول أيام عيد الفطر السعيد والذي يأتي بعد شهر رمضان المبارك. وتستقبل الدول العيد السعيد باحتفالات واسعة النطاق بهذه المناسبة الدينية الهامة، وتتميز احتفالات عيد الفطر بالصلوات الجماعية في المساجد والمصليات. ويمثل عيد الفطر فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية والأسرية والتضامن والتآزر بين الأفراد والمجتمعات. ونسأل الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم في شهر رمضان، وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات. احتفل المسلمون في الدول العربية والإسلامية حول العالم بحلول عيد الفطر السعيد بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وتوافدت حشود كبيرة من المسلمين إلى المساجد والمصليات والساحات العامة لأداء صلاة العيد، كما وشهدت العواصم العربية حركة تجارية وشعبية نشطة احتفاء بعيد الفطر السعيد، فيما استقبلت الميادين والمتنزهات العامة والأماكن السياحية المحتفلين والزائرين أفرادا وعائلات. وعيد الفطر هو أول عيد يحتفل به المسلمون بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وقبل الاحتفال بعيد الأضحى، ويحتفل المسلمون خلاله بالصلاة خصوصا صلاة الجماعة وبالأدعية والأذكار والزكاة والصدقة وصلة الرحم. ونرحب بالشيخ معين الصح، إمام وخطيب مسجد عثمان بن عفان في عرابة. أهلا وسهلا بك، وكل عام وأنت بألف خير. وأنتم بألف خير إن شاء الله وجميع مجتمعنا العربي والفلسطيني. بداية، هل لك أن تحدثنا عن أهمية عيد الفطر السعيد للعالمين العربي والإسلامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عيد الفطر هو عيد فيه فرحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهذه الفرحة الأولى أن نشكر الله سبحانه وتعالى أنه ربنا أعاننا وربنا وفقنا لأداء ركن من أركان الإسلام، ألا وهو صيام شهر رمضان المبارك. فجميع عالمنا العربي والإسلامي يحتفل إن شاء الله رب العالمين بهذا العيد، بهذه الفرحة، بهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فأعيادنا نحن تأتي دائما بعد أداء شعيرة وبعد أداء ركن من أركان الإسلام. فجاء طبعا عيد الفطر بعد أداء ركن من أركان الإسلام، ألا وهو ركن الصوم. وأيضا عندنا عيد الأضحى أثناء أداء منسك وركن من أركان الإسلام، ألا وهو ركن الحج. فالعالم الإسلامي كله الآن يستعد، الكل يفرح، الكل يسر بهذا العيد اللي طبعا يأتي في ظل ظروف مادية صعبة، في ظل ظروف اجتماعية، ولكن هذا العيد إن شاء الله هو محطة من المحطات التي نقوي بها الأواصر، نقوي بها الروابط بين الأسر وبين مجتمعاتنا في نعم. كما سؤال آخر، يعني حدثنا أيضا عن دور المساجد في الاحتفالات بعيد الفطر السعيد، ما هو دور هذه المساجد؟
طبعا المساجد غدا بصلاة العيد سوف تمتلئ بالمصلين، يعني صلاة العيد يكون حضور لها رهيب، يعني نرى الأطفال والنساء والشباب والشيوخ، الكل يأتي إلى المساجد وهو متعطر وهو يلبس أجمل الثياب، جاءوا لأداء هذه الصلاة. هذا اليوم العيد هو يوم الجائزة، الكل فرح الكل مسرور، يأتون إلى المساجد، وفي بعض البلدان يقيمون الصلاة داخل أو خارج المسجد في المصليات، والتي من شأنها أن تجمع عدد أكبر من المصلين. فيوم العيد هو يوم فرح، المساجد تمتلئ، وهذا دور لأئمة المساجد أن يوجهوا الناس، أن يوجهوا أفراد المجتمع إلى المحبة، إلى المودة، إلى الوئام، إلى التراحم، إلى التواصل، ونبذ العنف ونبذ الخلاف، حتى نقوي مجتمعنا، مجتمعنا يرجع متماسك، يرجع مجتمعنا قوي، يرجع مجتمعنا فيه السلم والأمن والأمان اللي فقدناه. فهذا راح يكون دور عظيم لأئمة المساجد إن يوجهوا ويبعثوا هذه الرسالة كما بعثها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة عيد الأضحى المبارك، لما النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة الوداع قال: يا أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا يعني دور راح يكون دور كبير لأئمة المساجد في هذا اليوم. والمساجد عيال الآن عم تتزين وتتعطر وتنظف حتى تستقبل الآلاف من المصلين من أهالينا في القرى والمدن العربية. نعم فضيلة الشيخ، أيضا كيف يمكن للأسر والعوائل في البلدات العربية تعزيز الروابط الاجتماعية بين بعضها البعض أيضا، خاصة في هذا الشهر، عفوا في عيد الفطر السعيد؟ طبعا هو كان عيد الفطر شهر رمضان وامتداد لعيد الفطر، هي فرصة لنا انه احنا نصل الارحام، يعني في عبادة ربما يغفل عنها الكثير من الناس، الا وهي صلة الرحم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث انه الرحم عندما خلقها الله عز وجل تعلقت بالعرش وقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ الذي يصل الرحم يصله الله، يباركه الله سبحانه وتعالى، والذي يقطع الرحم يقطعه الله. هي فرصة إلنا بشهر رمضان، بالعيد الآن، أيام العيد هذه المقبلة علينا، نروح نزور أخواتنا، خالاتنا، عماتنا، نقول كفى للتخاصم، كفى لقطع العلاقات. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمشان هيك الرحم الله اشتق لها اسم من اسمه، من اسم من أسماء الله الحسنى، الرحيم والرحمن. فإحنا واجب علينا في هذه الأيام نقبل على هذه الطاعة، ألا وهي صلة الرحم. ما نقول زرتني وما زرتني، وفي البعض بتطلع وعملت عرس وما أجتش عندي، ما تنظر إلى هذه الخلفيات، انظر إلى الأجر وإلى الثواب الذي يعطيك الله عز وجل إياه عندما تزور أنت أرحامك. نعم، يعني إضافة إلى صلة الرحم، حدثنا فضيلة الشيخ أيضا عن بعض القيم الإسلامية التي يحملها معه عيد الفطر السعيد ويجب أن نعززها في هذه الأيام. العيد هو يوم فرح ويوم سرور، ولكن لا يجوز لي أن أفرح أنا وأترك جاري الفقير أو ابن جاري الفقير، أتركه من غير ما يشعر ببهجة العيد. ربما يكون عنده حاجة، ربما يريد مال، ربما عنده نقص معين لا يستطيع شراء الملابس ومستلزمات العيد. فهذا دور إلا إحنا يوم العيد إن ندور ونزور ونتطلع، والآن نتفقد من هم بحاجة إلى مساعدة، نساعدهم حتى تعم الفرحة، المجتمع يكون كله كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأيضا من معاني العيد أنه نعطي لأولادنا صغار يفرحوا وينبسطوا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في هناك جاريتين تغنيان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في أيام العيد. خلي أولادنا صغار وبناتنا صغار يفرحوا، ويكون إنفاقنا
في هذا العيد على أهلينا وعلى عائلاتنا وعلى أسرنا، لأنه أفضل شيء بنعمله يوم العيد أنه أن نوسع على أسرنا ونوسع على أولادنا وعلى بناتنا وعلى زوجاتنا وأيضا على جيراننا وحوالينا، ندخل البهجة في مجتمعنا. المساجد الآن سوف تعلو بأصوات التكبير معلنة بداية عيد الفطر، فنحن الآن في أيام العيد يجب علينا أنه إحنا ندخل الفرحة والسرور، والإنسان يكون مرتاح هيك ما يفوت بعصبية، ممكن يكون زحمة بالشوارع، زحمة في المواصلات، نكون هادئين، إذا زرنا وعملنا رحال استجمام ربما يكون هناك ضغط، فلذلك ما بدنا هذا العيد ينقلب لا سمح الله إلى غضب، وبعد الغضب يتولد عنا مشاكل وعنف التي لا تحمد عقباها. فنرجو من الجميع أن التحلي بالروح، روح رمضان، روح الصبر اللي مرينا عليها وتدربنا عليها خلال أسبوع، نتدرب عليها الآن أيضا خلال هذه الأيام، أيام العيد، حتى إن شاء الله مجتمعنا يعم بالفرح. صح في عنا عائلات اللي فقدت واللي طبعا كان فيها حالات عنف وقتل، ولكن إن شاء الله نحن نزورهم ونواسيهم ونخفف من ألامهم، وإن شاء الله إنه العيد القادم يجي ومجتمعنا يكون أكثر تماسك وأكثر خالي من مظاهر العنف والجريمة اللي استشرت في مجتمعنا. يعني برمضان فقدنا 15 ضحية في جرائم القتل العنف والقتل. إن شاء الله رب العالمين إن نوطد هذه العلاقات. فضيلة الشيخ، أيضا أود منك أن تذكر لنا بعض من الأدعية والأذكار التي يمكن قولها في عيد الفطر السعيد، بعضا من هذه الأدعية والأذكار. طبعا العيد احنا ان شاء الله رب العالمين راح يكون ويوم تكبير، نكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. نحمد الله سبحانه وتعالى انه ربنا عانا ووفقنا، وندعي انه ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا الصيام، نقول اللهم تقبل منا الصلاه والصيام والقيام وطهرنا من جميع الذنوب والاثام. ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يعتق رقابنا من النار، وندعو لأمواتنا اللي فقدناهن وهن مش موجودين معنا في هذه الأيام العيد، ندعو لهم بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، وأن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاتهم، وأن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. ندعو أنه مجتمعنا يكون متآلف، ندعو أنه ربنا سبحانه وتعالى يأمننا، اللهم آمننا في أوطاننا، هذا الأمن نعمة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى هذه النعمة العظيمة. هكذا أدعيتنا. نعم. في العيد أدعية رحمة، أدعية مودة، أدعية سلام، أدعية ألف وتقارب وقربة من الله سبحانه وتعالى. نعم فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا لك، وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير، وجميع العاملين في قناة مساواة، ولجميع أهلنا إن شاء الله رب العالمين. استقبلت بلدة عرعرة ليلة العيد أمس الخميس بمسيرة كشفية ضخمة نظمتها مجموعات الشبيبة والكشافة، وشارك في المسيرة الكثير من الأهالي والشباب المحليين الذين اجتمعوا بين الساعة 8 وحتى الساعة 11:30 بعد الإفطار. وتأتي هذه المسيرة كجزء من الاحتفالات بعيد الفطر السعيد، وتهدف إلى إظهار الفرحة والاحتفال بهذه المناسبة وتعزيز الروح المجتمعية. ويعد هذا العيد أيضا فرصة للتواصل والتلاحم بين أفراد المجتمع المحلي وتعزيز الروح الإيجابية والتفاؤل في الظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع العربي. عشية حلول عيد الفطر السعيد وضمن الفعاليات الحافلة التي شهدتها منطقة وادي عارة في المثلث طيلة الشهر الفضيل، نظمت الحركات الشبابية وسرية الكشاف وبالتعاون مع المجلس البلدي في عرعرة مسيرة كشفية حاشدة حملت في طياتها دعوات للتآخي والمحبة والسلام. طبعا احنا بنطلع في كل سنه من جوب شوارع عرعره، الشارع الرئيسي بالتحديد، عاده بنطلع وبندعي اهالينا في عرعره وعرعره يشاركونا هاي المسيره، لانها هاي المسيره بتبث البهجه والسرور واجواء العيد في عرعره.
طبعا هي اول شيء اجواء تقليديه دائما جدا جميله لكلياتنا، احنا نطلع نبهج الناس والاطفال كلياتنا مع بعض، بنساعد وبنشارك لهيك فرحه، فالشيء جدا معنوي لنا كمان، وبنحب كمان نفرح الناس والاطفال يعني لبلدنا. وجابت المسيرة شوارع عرعرة بمشاركة جموع حاشدة من أهالي البلدة والزوار والوافدين والذين أعربوا عن سرورهم وفرحتهم بهذه المسيرة التي تنطلق كل عام عشية العيد وتدخل البهجة إلى قلوب المحتفلين بعيد الفطر السعيد. الصراحة أجواء كثير حلوة وبتعمل عشية عشان العيد، وكنا انه حلو كنا نتعاون مع بعض، كل الاطفال بتهوسوا لهذا الاشي انهم يطلعوا ويعيدوا عشان الكشاف. كل سنه صراحه بيعملنا اجواء حلوه، يعني بنحس بالعيد وبنحس انه احنا عن جد عملنا اشي لشهر المبارك رمضان. اجواء حلوه بتحسسنا بالعيد انه اجا، اشياء حلوه يعني زمان ما كناش نشوفوها، هسه احنا نستنى العيد يجي عشان هاي الاشياء. انا بحس هذا الشيء شيء كبير لنا وفخر طبعا، لما احنا نبكي ماشيين ونشوف اهل البلد كلياتها مستنى فينا، حد يعني هسه تستنى فينا، يعني شيء فخر كبير لنا. ووسط هذه الاجواء المميزه التي تشهدها عرعر كل عام عشية العيد والتي طغت عليها مشاعر المحبة والتآخي والتقارب، تبادل المشاركون في المسيرة التهاني بحلول عيد الفطر السعيد متمنين أن يعيده الله على الجميع بوافر الخير والبركات والسعادة. وعن استقبال البلدات العربية لعيد الفطر السعيد، يسعدنا أن نرحب بمحمد رشدي مجد القائم بأعمال رئيس بلدية باقة الغربية، أهلا وسهلا بك. تحية لكم ولجميع المشاهدين وكل عام والجميع بألف خير. سيد محمد، كيف تستعد بلدة باقة الغربية لاستقبال عيد الفطر السعيد بعد انتهاء الشهر الفضيل؟ نعم، شهر رمضان وعيد الفطر السعيد فترة مركبة ومليئة بالأحداث في كل عام، يعني يهل علينا شهر رمضان وعيد الفطر ونستعد له لاستقبال آلاف الزوار الذين يزورون باقة الغربية للتسوق وقضاء الأوقات، بالإضافة إلى أماكن العبادة والكثير من الفعاليات اللامنهجية للطلاب. في رمضان آخر أعوام يتصادف مع فترة عطلة الربيع لطلاب المدارس، ويتصادف أيضا مع الأعياد في لدى المجتمع اليهودي، يعني شهدنا جميعا حالة مركبة للأحداث التي تحدث في الأقصى. من جهة كمجتمع يعني كان من حقنا أن نمارس عبادتنا بشهر رمضان، العبادة والأجواء والأوقات والزيارات والحياة الاجتماعية بشكل يعني لطيف وسوي بدون أي مشاكل. من جهة ثانية دائما الأحداث التي تحدث في المسجد الأقصى والاعتداءات على مقدساتنا تكون هي بطلة الساحة وتفرض نفسها علينا وعلى أجواءنا حتى في القرى والبلدات غير مدينة القدس. نعم. في باقة الغربية من البداية استعدينا لشهر رمضان وللعيد من خلال تهيئة باقة الغربية لاستقبال الزوار والمشترين من باقة الغربية ومن القرى المجاورة، كمان باقة الغربية مركز للقرى والبلدات المحيطة فيها. أجرينا في بلدية باقة الغربية حملات تسويقية للبلد، دعوات للجميع للحضور لباقة الغربية الانخراط فيها وزيارتها والشراء منها. كان هناك عدد كبير من الفعاليات اللامنهجية الرمضانية، إن كان ذات الطابع الديني الملائم لشهر رمضان، وإن كان للأطفال كونهم في عطلة وقضاء وقتهم في رمضان. وفي هذه يعني مع انتهاء الشهر الفضيل وعشية العيد نستعد لاستقبال العيد واستقبال العشرات الآلاف أو الآلاف من الزوار الذين سيزورون باقة الغربية في ليالي العيد، و ليكون على أكمل وجه وتكون باقة الغربية بهية وزهية كما كانت دائما تم مرحبة بزوارها وبأهلها. طيب، كيف لك أن تصف الحركة التجارية في باقة الغربية خلال هذا الشهر شهر الفضيل، وأيضا ما هي توقعاتكم في عيد الفطر السعيد بالنسبة للحركة التجارية؟ نعم، باقة الغربية يميزها كما قلت هي مركز تجاري وثقافي للبلدات المحيطة فيها. وفي السنوات الأخيرة في بلدية باقة الغربية عملنا كثيراً من خلال كثير من الحملات والأحداث الثقافية والرياضية
لتعزيز مكانة باكو الغربية كمركز ثقافي ومركز رياضي ومركز تجاري على مستوى البلاد. وفي عيد رمضان في هذا العام 2023 وشهر وعيد الفطر المقبل علينا يعني نقطف ثمار الحملات والفعاليات التي قمنا فيها. باكو الغربية معروف عنها، تتميز بشارع رئيسي من شمالها لجنوبها يجتازها على طول البلدة، وعلى جنابه هناك يعني مركز تجاري مفتوح بأكثر من 2000 محل تجاري بكافة أنواع البضاعة اللي ممكن تخطر في بال أي متسوق. أهل باكو الغربية معروف عنهم مرحبين دائما، مضيافين، يحبون الزائرين ويستقبلونهم يعني بكرم وحفاوة. ونحن ندعو الجميع للقدوم لباكو الغربية. نتوقع أن يكون العيد إن شاء الله برغم كل الظروف المركبة عيد سعيد وآمن خالي من كل الظواهر السلبية التي تضرب مجتمعنا. وإن شاء الله تكون صلاة عيد أيضا، سيكون في باكو الغربية مصلى عيد آخر جديد غير ما تعودنا عليه. سنصلي العيد إن شاء الله في الملعب العشب الاصطناعي، سيكون هناك ملعبين كبيرين، واحد مخصص للرجال وواحد للنساء، وسيكون إن شاء الله أجواء طيبة ومباركة، ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم جميعا بالخير. هل هناك فعاليات معينة ستقوم بها بلدة باقة الغربية بمناسبة عيد الفطر السعيد؟ نعم، بسبب تزامن العيد مع عطلة الربيع عملنا على طيلة شهر رمضان أن يكون في كل ليلة فعاليات التي يعني من شأنها من جهة استقطاب الطلاب والأطفال بسبب كونه ما في مدارس فلتزويدهم بقضاء وقت يعني ثري ومثمر وفي الأشياء المفيدة. فكان في كل ليلة في الحارات وفي الملاعب وفي المنتزهات فعاليات لا منهجية وفعاليات ثقافية. كان هناك أيضا فعاليات دينية بالتعاون مع المركز الجماهيري وبلدية باكو الغربية والجميع الأطر، لجنة الصلح والأطر، اللجنة الشعبية ولجنة إفشاء السلام. كان هناك الكثير من الفعاليات الدينية واللا منهجية لأهل باكو الغربية. وطبعا في العيد أيضا سنستمر في الفعاليات وفي الاحتفالات استقبالا للعيد، بالأساس فعاليات للأطفال تتلائم يعني مع عيد الفطر، تتلائم مع الأوضاع والحالة المركبة من الناحية السياسية والناحية الأمنية. طب برأيك كيف تعزز هذه الفعاليات من روح الانتماء وروح المجتمعية في قلب بلدة باقة الغربية؟ يعني قلنا دائما للبلدة مثل الأشخاص يوجد مزاج عام. نعم. ومهم جدا أن يكون الأجواء والمزاج العام في البلدة وفي المدينة مزاج إيجابي طيب فرح سعيد، لأن ذلك ينعكس على الأفراد. إذا كانت البلدة بشكل عام سعيدة ومرتاحة وآمنة ومطمئنة، هذا كله ينعكس على أفرادها، وكل الجهات السلبية والجهات الفاسدة والجهات المجرمة التي تبحث عن يعني الزوايا القاتمة في كل مجتمع لتتسلل من خلاله وتضربه لن تجد مساحة. إذا كنا جميعا يعني نعمل بشكل إيجابي، نضع الثقة واحد فينا بالآخر، نتعاون مع بعضنا، نستغل شهر رمضان المبارك والأعياد لتحسين حياتنا الاجتماعية، لزيارة بعضنا البعض، لتبادل الزيارات، لتفقد بعضنا البعض، لتفقد شؤون بعضنا البعض، هذا كله يزرع أجواء إيجابية. وأيضا الفعاليات الثقافية تحسن المزاج العام في البلد، تجعل الحديث العام بدل أن يكون في القضايا القاتمة والفاسدة يكون في أشياء ثقافية وأشياء سعيدة للأطفال والشباب والشابات. هذا كله يضفي أجواء من الفرح والسعادة على البلد وينعكس على أفرادها وعلى أهلها وعلى زوارها. أخيرا نعم، أخيرا ما هي الرسالة التي تريد إيصالها يعني من عندك أنت من باقة الغربية للشباب على وجه الخصوص بمناسبة عيد الفطر السعيد وكل الأمور التي ذكرتها سابقا؟ ما يميز شهر رمضان كشهر ديني تعويدنا وتعليمنا على الانضباط وعلى كبح جماح النفس ومن خلال الصيام. وعيد الفطر يأتي كعيد اللي فيه نتحرر من الصيام ونعود لمزاولة حياتنا بشكل يومي، ونرى فيه فرصة، لأن هذه الفكرة، فكرة التحرر من القيود، أن تكون نقطة كل إنسان فينا يجلس فيها مع نفسه ويزيل عن نفسه كل الموروث وكل
الأعباء التي نسير فيها ويعني تنهكنا كمجتمع، كل المظاهر السلبية، كل الأحقاد وكل الجرائم التي تحصل وكل الكراهية التي ممكن أن تؤدي بنا المجتمع إلى الهاوي، نلقيها عن كاهلنا، ننظر للحياة بإيجابية. الشباب يعني في كل مجتمع الكنز هو الشباب، ونحن كمجتمع بأمس الحاجة. نحن نقول كلنا دائما شبابنا وفتياتنا في المجتمع العربي جاهزين للنهضة وجاهزين لأن ينطلقوا لأبعد الحدود، وأن كل ما نحتاجه أن نضع ثقتنا أحدنا بالآخر وأن نطفي أجواء إيجابية لتكون دائرة السحر العامة وتصيب هذا المجتمع وينهض نحو النهضة ونحو التقدم. نعم، شكرا جزيلا لك محمد رشدي مجدد القائم بأعمال رئيس بلدية باقة الغربية، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا لكم وكل عام والجميع بألف خير. وننتقل مباشرة للحديث مع غزال أبو ريا الناطق بلسان بلدية سخرين. أهلا وسهلا بك سيد غزال، وكل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنتم بألف خير، ومساء الخير لكل المشاهدين. ودعنا نقول بداية أنه للعالم العربي، العالم الإسلامي، لمجتمعنا ولأهل بلدية سخرين كل عام وأنتم بألف خير. هذا الشهر الفضيل المبارك، ونتمنى أن شعبنا الفلسطيني أن يحقق أماني الوطنية بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة. وكما نتوجه لكل الأهل، لكل مجتمعنا، لكل الأفراد أن يحققوا ذاتهم وحققوا أمانيهم وتطلعاتهم إن شاء الله. إذن حدثنا بداية، كيف استعدت سخنين لاستقبال عيد الفطر السعيد؟ نعم، بداية نقول أنه الحمد لله يعني سخنين بشهر رمضان والاستعداد في شهر رمضان الفضيل، وكمان يعني تزامن عيد الفصح، كنا سعيدين جدا عندما نرى مع أطفالنا، مع أحفادنا، مع أولادنا، يعني نهنئ بعض عمليا بمناسبة عيد الفصح، وفي نفس الوقت يعني كمان نشرح لأولادنا عن عيد الفصح وأهميته. وكمان بشهر رمضان الفضيل يعني كان هناك استعدادات يعني لنشاطات من خلال المركز الجماهيري ودورنا ومؤسساتنا، وكم كنا سعداء عندما يعني الأمهات الفاضلات مع أطفالهم يحضرنا لبلدية سخنين، لساحة البلدية، للمركز الجماهيري، لنشاطات تراثية، شعبية، ترفيهية اللي فيها رسائل عديدة. وهذا كان يبسطنا جدا أنه يعني حضرنا حالنا من خلال المؤسسات. في نفس الوقت بدي أكد وأقول أنه كمان كان حركة تجارية مباركة في سخنين لأهل سخنين، وكمان كنت أكون يعني في مراكز البلد وأشوف أنه أدي أهلنا من الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة يحضرون سخنين عمليا لمطاعم سخنين، للمحلات التجارية. كان هناك حركة كبيرة جدا. في نفس الوقت يعني بدي أقول أنه يعني كثير بلقاءات يعني وندوات معينة حثت الأطر والمؤسسات على عمل الخير، مساعدة يعني خلينا نقول الشرائح الضعيفة. وكمان كانت دعوة إنه نكمل نحب بعض كما عهدنا السخنين ومجتمعنا. وبعتقد هذا كان بكل قرانا ومدن العربية، إنه إحنا يعني نسامح بعض، وفي نفس الوقت يعني إذا واحد عمل معك عمل مش مريح يعني خذ مبادرة، انطلق الآن وقل له الله يسامحك، تواصل مع يعني صلة الرحم مع الجيران. إنه في النهاية إحنا مجتمع يعني هام جدا قضية الحصانة والاجتماعية والعلاقات والمناخ الأخوي. وكنا نشوف يعني كيف العائلات تزور بعضها ويعني والسهر لساعات متأخرة، وهذا كمان كثير مليح. أنا بدي أقول يعني كمان إنه لا صراعات بين الأديان ولا صراعات بين الحضارات. ووجهنا رسائل للمجتمع اليهودي والإعلام قسم منه، لا نريد أن نعمم، كيف ربط يعني شهر رمضان الفضيل، شهر الخير، التواصل والمحبة والأخوة، أخذوا إلى مكان مسيس ومكان سلبي. وها بدي أرجع أكد المجتمع اليهودي، كل المجتمعات العالمية، إنه شهر رمضان شهر الخير والبركة، ولا صراعات لا بين أديان كما حكيت ولا بين حضارات، بل هناك تسييس يعني شهر رمضان وإلساقه بشغلات سلبية جدا. إذا عدنا للتاريخ يعني قديش هذا الشهر شهر الفضيل
في حياة المجتمع الإنساني والمجتمعات العالمية. أنا يعني أوجه كمان رسالة للشباب ورسالة رسالة لأولادنا إنه هذا الشهر هو شهر المحبة، وكمان لازم إنه إحنا ننبذ العنف في كل قرانا ومدننا، لأنه العنف هو تهديد استراتيجي على مجتمعنا. وإحنا بنكون صريحين، يعني في شهر رمضان الفضيل كان 15 يعني ضحية، كان 15 قتيل، ووصلنا إلى 53 يعني قتيل من بداية السنة، من 1/1 بهذه السنة. إحنا ندعو شبابنا وبندعو أولادنا وبندعو أهلنا وبندعي مدارسنا وأطرنا ومؤسساتنا في كل مجتمعنا العربي التثقيف للحصانة، للتماسك الاجتماعي، للمودة. إحنا زمان يعني بدي أقول لكل المشاهدين، كنا ننام بالليل واللي سكرت بيته كانت تخرب ما كان يصلح السكرة، واللي كمان زمان يعني كان يعني على مدار السنين إحنا كنا مجتمع متماسك يتقاسم رغيف الخبز وصحن الطعام. وإحنا بحاجة إنه اليوم نأكد على قضية نبذ العنف ونعزز المودة، وبتوجه لشبابنا إنكم ما تروحوا لأطر لا سمح الله إلا في عنف، إنه هناك في مصيدة من بعض الناس إنه يأخذوا أولادنا لهذه المصيدة. أنا بدي أرجع كمان مرة وأشوف إنه أدي الحمد لله هذا الشهر شهر الفضيل، أعطى راحة للناس، أعطى المودة، أعطى نطلع عملها الحياة من جديد، نشوف وين شغلات بدنا نصلحها بمجتمعنا وين بدنا نأكد علينا. وأنا بدي أرجع أأكد، واحد أخطأ معك اللهم أمتني مظلوما ولست ظالما، يعني روح واحكي معك كلمة طيبة، لأنه إحنا الشعب يعيش بداخل ذاته، شعب يعيش بجانب الواحد الآخر. إحنا مش عايشين زي الكرمل ولا عايشين زي رعنانة ولا مدينة يهودية، إحنا يعني أبناء هذا المكان بنكمل نعيش مع بعض. أنا بدي أتمنى يعني طبيعي لمجتمعنا كمان مرة ولأهلنا بمناسبة يعني عيد الفطر اللي قريب علينا الساعات القريبة، يعني من الجمعة والسبت لندخل بهذا المجال، إنه كمان نروح نعايد. أنا بذكر أنا ولد يعني كنت طفل صغير، كنت أروح مع حياة أبوي وأمي، أروح عند الجيران، أروح عند الأخوات، أروح عند الإخوة، أروح عند القرايب، ويعني ما تحس إلا هالشارع مليان، يعني مليء بالمجموعات من هنا بأحياء سخمين، أحياء قرانا ومدننا العربية. بدنا نعيد هذا يعني طبيعة التقاليد وهذا العرف وهذا العادات والتقاليد، مش أنشغل بشغلات ثانية، لأنه كثير اليوم بحياتنا إحنا مشغولين بشغلات وقضايا كثيرة، ولكن في قضايا المودة والتواصل، إنك أنت تزور جارك، تزور قريبك، تزور أصدقائك، يتعيدهم، هذا بيعمل إحساس طيب، هذا بيعمل تماسك اجتماعي، تماسك مجتمعي، هذا بيعمل أخوة، هذا جسور التواصل، ومهم إلنا كلنا. نعم، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بألف خير. السيد غزال أبو ريا الناطق بلسان بلدية سخنين، شكرا جزيلا لك. كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير. إلى ملفنا الثاني، حيث تشهد الحركة التجارية في البلدات العربية في البلاد تفاوتا واضحا في استقبال عيد الفطر السعيد، حيث تراوحت الإقبالية بين البلدات المختلفة، فقد شهدت بعض البلدات حركة تجارية نشطة مع ارتفاع في حجم المبيعات في المحال التجارية والأسواق الشعبية، فيما شهدت بعض البلدات تراجعا في الحركة التجارية والمبيعات. وفي هذا السياق دعا بعض المسؤولين المحليين ورجال الأعمال إلى دعم الحركة التجارية في البلدات العربية وتوفير الدعم المالي واللوجستي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في تلك البلدات. حركة تجارية نشطة شهدتها بلدة شقيب السلام في ليالي عيد الفطر السعيد بعد شهر رمضان الذي انتعشت فيه التجارة في البلدة والنقب عامة. بمناسبة حلول العيد رمضان المبارك بنقول كل عام بخير للأمة الإسلامية عامة ولأهل شقيب خاصة ولأهل النقب كمان خاصة. احنا زي ما بتعرفوا اليوم شقيب السلام هي من أقوى القرى اقتصاديا أو البلدان اقتصاديا في النقب. في الفترة الأخيرة لاحظنا ازدهار كبير جدا من ناحية زوار إخواننا من الوسط البدوي بالقرى غير معترف به. عيد مبارك على الجميع أول شيء، ومبارك على جميع المسلمين إن شاء الله، وعلى ربوعنا في النقب إن شاء الله، وجميع المسلمين في كل أنحاء البلاد،
وأول شيء الحمد لله في الآونة الأخيرة في اشتراك كبير، والحمد لله لأخواننا يعني شاركونا في المحلات التجارية في حركة نشطة في المحلات التجارية عندنا. بهني الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد، وكل عام وأنتم بخير. احنا في منطقة شقيب السلام، بلد المحبة، بلد السلام، بلد الأخاء، بلد أخوية، وببارك كل الزائرين الذين أتوا إلى شقيب السلام وقووا الحركة الاقتصادية في هذا البلد. العنف المستشري خلال الشهر الفضيل برز خلال تهاني الناشطين والمواطنين الذين تمنوا على المجتمع العربي أن يعود إلى رشده ويحكم العقل في المشاكل ومواجهة هذه الآفة. فرصة سعيدة، وهنئكم بقدوم العيد، عيد الفطر المجيد، حياكم الله وتقبل الله منكم الصيام والقيام والطاعات والعبادات وصالح الأعمال. الأمنية أننا نقتدي بشهر رمضان ونقتدي بأخلاق رمضان وبعبادات رمضان ونستمر فيها على مدى الحياة. كل عام وأنتم بخير، مبروك عيدكم، إن شاء الله بحل علينا الأمن والأمان والسلام والبعد عن العنف والجريمة إن شاء الله. في برقية مهمة جدا لشبابنا في العيد أنه مسوق سيارة قانونية متزنة، ما يصير في كمان أحداث، واللي بيمشوا على الشواطئ كمان يهتموا، اللي بيعرف يسبح يسبح حتى ما يكون في غرق. في هذه الأيام الطيبة الكريمة من نهاية شهر رمضان المبارك وبداية عيد الفطر السعيد، نهنئ شعبنا ومجتمعنا في النقب وسائر البلاد بكل عام وأنتم بخير. عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيدا دونها بيد. وعن الحركة التجارية التي تشهدها البلدات العربية، يسعدنا أن نلتقي بحسين خلايلة، مدرب ومستشار لاقتصاد العائلة. سنتحدث عن تفاوت هذه الحركة التجارية في البلدات العربية. ما هي بداية أسباب تفاوت الحركة التجارية في البلدات العربية في البلاد في عيد الفطر السعيد؟ هي تتعلق بكثير، مرحبا بالأول، هي تتعلق بكثير مركبات اللي هي تجارية بالأساس، حسب المنطقة، عدد السكان، عدد كمية الاستهلاك، التوجه للأسواق أو الوصول للمنطقة التجارية أكيد بتأثر على الحركة التجارية، بس بكبير. الحركة التجارية نشطة جدا، فترة رمضان كلياتها كانت فترة استهلاك عالي للعائلات، إجا العيد اللي هو عنده كمان متطلبات، فالحركة التجارية بشكل عام هي جيدة اللي فيها فائدة للمصالح التجارية، وبالتالي ترجع بالفائدة على العائلات اللي بتشتغل في المصالح التجارية أو لأصحاب المصلحة نفسها. فطبعا في ارتفاع كمان في كمية في النمو الاقتصادي في المجتمع العربي لما المصالح التجارية بتكون أعلى. يعني كيف؟ بس في شقين. نعم. تفضلي. يعني كيف أثرت الظروف الاقتصادية على استقرار الحركة التجارية في البلدات العربية؟ يعني أيضا كان لها أثر كبير أيضا في هذا الموضوع. الحقيقة أنا لأن بدي أشارك بشكل شخصي، أنا بشتغل مع عائلات بشكل دائم، مراكز الشؤون أو مع جمعيات أو مؤسسات أو مرافقة شخصية، مش شايف كثير في تفاوت، أو مش شايف إنه العائلات قللت من الاستهلاك، بالعكس ممكن هذا سبب الضرر المالي اللي إحنا نتعرض له كل الوقت، وهذا السبب إنه 66% من العائلات العربية حسب تقرير بنك إسرائيل عايشين في ضغط مادي أو في أوفر درافت، في عدم في مسجلة أشراي عالية أو ديون في البنك. والسبب هنا بيجي طبعا في تناقض في الموضوع، بنقول بدنا نمو اقتصادي بنفس الوقت العائلات عم تتضرر اقتصاديا بسبب استهلاك غير حكيم او انه تلبيه رغبات على حساب الاحتياجات. فالاستهلاك ما تغيرش، بالعكس في مشتريات بمبالغ عاليه، في توجه للبنوك بشكل عالي جدا لاخذ اعتمادات بنكيه، والأسوأ من هيك انه في حركه نشطه للأسف مع كل التوجيهات اللي بيعطوها كل المختصين بكل ما يتعلق بقروض السوق السوداء، في توجهات للسوق السوداء بعد بكميات كبيرة، وفي ناس عم تاخذ قروض خارج بنكية عشان نمشي العيد أو عشان نمشي المناسب اللي احنا قريبين عليها. طب إذا ما الحل؟ يجب يعني يتوجه لا يبشر بالكثير بالتفاؤل. يعني هناك ضرورة بوجود أو زيادة الوعي لدى الأسر بالنسبة للموضوع المالي،
بما أنك تقول أنهم مقبلون أكثر على وهناك حركة تجارية نشطة وهم مقبلون أيضا على القروض يعني هذا الشهر، ولكن الشهر المقبل كيف يمكن للعائلات إدارة جيبتهم المادية؟ جزء أساسي من إدارة الميزانية البيتية تتركب من ثلاث شغل. الأولى إدارة الميزانية بين دخل ومصروف والتزامات وديفي توفيرات. الشغل الثاني اللي هي إدارة مقاطر مالية اللي كل ما يتعلق بالتأمينات والتوفيرات، والجزء الثالث اللي هو لا يقل أهمية التخطيط للمستقبل. كل هذا الفكر بيشكل 30% من نتائج الإدارة المالية. بالأساس هو موضوع شيء فكر، قرارات، اتخاذ قرارات بتخدم القيم وبتبني سلم أولويات للعائلة. فعندنا مشكلة مع هذا الموضوع في إنه إحنا منطلعش أو منفكر بس باللحظة اللي إحنا فيها إسا، عندنا رمضان أو عندنا العيد، نطلع رحلة، نروح على مطاعم، نلبس أولادنا متقيم، بدنا نصرف بشكل غير مدروس بدون تخطيط للالتزامات المستقبلية اللي جاية علينا اللي فيها التزامات كبيرة طبعاً بين الالتزامات اللي عملناها بشكل تجريبي أو الالتزامات القديمة واللي هي مبنية على قروض، والقروض هي قروض بنكية وخارج بنكية. القروض البنكية هي زي أي قرض النقد أو تمويل السيارات زائد قروض اعتماد خارج بنكية اللي في عليها التزامات. فشو اللي بيصير بعد العيد؟ ضغط مادي خطير بسبب عدم التخطيط المدروس أو عدم تفكير استراتيجي في الخطوات اللي جاية علينا ماليا أو ماديا. فالمطلوب هو بشكل بسيط إنه نحدد ميزانية للعيد ونشوف حسب قدراتنا المالية الحالية مع نظرة مهمة جدا للالتزامات المستقبلية اللي جاية على العيلة. وهذا الإشي مهم جدا، وهي بناء الميزانية صورة مالية آنية حالية على الالتزامات الموجودة زائد الالتزامات أو الالتزامات اللي عنا إياها مسبقة قبل بكل ما يتعلق بالقروض وقروض الاعتماد والمناسبات. في كشغل مهم جدا إحنا جايين على فترة اللي راح يكون فيها كمان شوي طلع من المدارس وفرصة للأولاد ومناسبات زي الأعراس، راح يكون في كمان عيد، راح يكون كمان في رجع من المدارس. فالتخطيط للمستقبل بواسطة توفير أو اقتصاد في أو إدارة ميزانية مدروسة باستهلاك حكيم أني أصرف حسب قدراتي المالية، ساعتها كل التخطيط المستقبلي بيكون بشكل مدروس. نعم، هل تتخوف من وضع الاقتصادي في البلدات العربية في الأشهر القادمة؟ هيك ناش نكون سلبيين بس الوضع نكون واقعيين شكرا. صراحة واقعيين أتت نطلع على التاريخ بس 3-4 سنين لقدام وحسب ابن النظرية اللي هي إسا طريقة الاستهلاك اللي عم بتكون إسا، كل العنف في مجتمعنا العربي أو 95% من العنف في مجتمعنا العربي هو بسبب القروض أو بسبب التوجه لأجسام إجرامية عشان أمول نفسي عشان ألبي رغبة، والبحث عن مستوى حياة عالي على حساب جودة الحياة. فأنا بدي أقضي العيد في رحلي أو بدي ألبس أركب سيارة جديدة أو بدي ألبس متاجين أو بدي أرفع مستوى حياتي بواسطة بيت كبير، بس على أساس مش ثابت. الأساس الثابت هو المصاري تكون مني بدون قروض بنكية وبدون أسوأ ما بالموضوع والتوجه لأجسام خارجية أني أخذ تمويل للحظة وبدون تخطيط للمستقبل فبدفع ثمنها غالي جدا، وهذا اللي إحنا عايشينه بالفعل. قروض بنكية، قروض خارج بنكية، والسوق السوداء اللي هي يعني منتشر جدا مع كل يعني أنا متأسف إنه نحكي هذا الموضوع كمان مرة وكمان مرة، لو بس إحنا نحكي مواضيع برامج كاملة عن الابتعاد عن الناس اللي بتعطي قروض بفوائد عالية جدا. نحكي على السوق السوداء اللي هو بوصل من 15-20% شهري على قرض واقف بتتحركش. نعم، يعني حسب كمية الاستهلاك والمستوى اللي عم ندور عليه رح نحتاج تمويل خارجي، ولما هاي الوفرة المزيفة اللي إحنا عايشينها في مجتمعنا رح يترجعنا على هذا المحل، ورح يكون للأسف الشديد نظرة اقتصادية تحليلية على اللي أنا أشوفه بالواقع بالمراكز اللي بشتغل معها مع العائلات اللي بشتغل معها. إحنا طيب. مش عم يكون بحالة انضباط. يعني سيد حسين، بعيدا عن الواقعية لا نملك سوى الأماني، ونتمنى عيد فطر سعيد لجميع العائلات في البلدات العربية واقتصاد آمن وهانئ أيضا لهم جميعا، وكل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنتم ألف خير، ونتمنى لعائلتنا العيش بهدوء. شكرا جزيلا. إلى ملفنا الثالث لهذا اليوم، أصبح تناول حبوب تنشيط الذاكرة من قبل الطلبة خلال فترة الدراسة الثانوية والأكاديمية ظاهرة متزايدة بشكل كبير، وتعد هذه الحبوب من الأدوية التي تحتوي على مادة الكافيين والتي يعتقد الطلاب أنها تزيد من تركيزهم وتحفز عملية التفكير وتعزز الذاكرة.
وتشير الدراسات إلى أن هذه الحبوب لا تساعد بشكل كبير في تحسين الذاكرة وتركيز الطلبة، كما أنها تتسبب في آثار جانبية خطيرة مثل الأرق والقلق والتوتر الشديد والصداع وارتفاع ضغط الدم. ويحذر الخبراء من خطورة تناول هذه الحبوب دون استشارة طبية، كما ينصحون بالاعتماد على النوم الكافي وبتناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة بانتظام لتعزيز الذاكرة وتحفيز العقل بشكل طبيعي. ما يسمى بحبوب تنشيط الذاكرة ظاهرة بدأت تنتشر مؤخرا بشكل واسع بين الطلاب العرب في مراحل التعليم الثانوية والأكاديمية، بحيث يقوم معظم الطلبة المقبلين على الامتحانات المدرسية وفي مقدمتها البيجروت بتناول هذه المنشطات، وذلك سعيا لما يعتبرونه تعزيزا لصحة الدماغ والذاكرة ولتجنب الإصابة ببعض حالات التوتر والنسيان والخوف، علما أن الأبحاث لم تثبت إلى الآن مدى فعالية هذه الحبوب بشكل كافٍ. المشكلة بالطلاب اللي مش بحاجة له عمليا للتفاعلات الليفاي أو الأعراض الجانبية بتكون عندهم قوية، منها يعني الأشياء المهمة إنه بطلوا يوكل منيح، بصير عندهم قلة نوم، بأثر على نفسيتهم، وجع راس. عشان هيك مفضل اللي بيستعملوا أو بدهن يستعملوا هذا الدواء بس يكون إنه في عندهم حالة مرضية تم تشخيصها، وهن ساعتها بيقدروا يستعملوا الدواء. أما اللي ما فيش عنده هذا الإشي طبعا مفضل لا، لأنه في له كثير أعراض جانبية. قد يعاني البعض من أعراض جانبية مثل عدم التركيز إلا بتناول الحبوب، وخاصة بعد الإدمان على تناولها، وتسبب له مشاكل صحية أخرى مثل ألم المعدة والأمعاء، إضافة إلى الشعور بالدوران وغيرها من الأعراض، فيما ينصح بضرورة اللجوء إلى طبيب العائلة قبل تناول أي منشط يمكن أن يعرقل مسيرة الطلاب العلمية بشكل كامل. معروف لدى الشباب استعمال أدوية وأعشاب من أجل تنشيط الذاكرة بادعاء أنه هذه الأدوية بتساعدهن كتير، ولكن الإحصائيات والدكاترة والأطباء، وأنا ممرض يعني في مهنتي، بنعرف أنه هاي الأدوية إلها مخاطر كبيرة وإلها عوارض جانبية ممكن تأثر على تركيز الإنسان وعلى صحته وعلى دقات القلب وإلى آخره، وممكن تصير تعلق نفسي وتعلق بيولوجي في هذه الأدوية اللي هي بدون وصف الطبيب. يشار إلى هذه الأدوية عادة باسم العقاقير الذكية بسبب الاعتقاد الخاطئ الشائع بأنها تجعل الطالب أكثر ذكاء، حيث أن هذه الأدوية لا تعزز الذكاء في الواقع، بل تعمل على طريق زيادة أو تحسين التركيز والذاكرة. لكن تكمن المشكلة في أن العديد من الأشخاص لا يفهمون تماما مخاطر هذه المنشطات كما يصفها البعض. وعلى الموضوع يسعدني أن أرحب بدكتور مازن نصر الله، أخصائي طب أطفال ومدير مركز كريم نصر الله الطبي. يعني بداية كل عام وأنت بألف خير، وأحب أن أسمع تعليقك على التقرير الذي ورد قبل قليل. أهلا أخت مرام، وكمان إحنا من نقول كل عام والجميع بألف خير، ونعاد عليكم وعلينا مهدات المليارة. أخت مرام، قبل ما نحكي عن الريتالين لابد أن نحكي شو هي المادة بسرعة مشان الكل يفهم. الريتالين هي مادة كيميائية طبية اللي مركبة من مادة اسمها أمفيتامين أو ميتيل فينيدال. شو هاي بتعمل؟ هذه بتمنع إنه مواد زي الدوبامين أو نور أدرينالين اللي موجودات في المخ إنه يفوتوا على الخلية، يضلهن برية الخلية وبيعملوا التأثير. شو التأثير تبعهن؟ التأثير تبعهن إنه بيخلوا لما بيضلوا هدول بريت الخلية، الواحد اللي عنده حركة زايدة وعنده عدم تركيز، لما هذه المادة بتضلها برا الدوبامين نور أدرينالين بيخلي الواحد يركز أكتر وحركته بتصير تقل. يعني هو إذا منلخصه دواء فعال إنه يزيد التركيز ويحسن يقلل الفعالية ويحسن الواحد الانتباه تبعه. هاي هو الدواء. إسا إحنا في عنا أولاد من 10-15%، خصوصا في الاولاد، يعني اولاد اكثر من البنات، اللي عندهم مشكله حركه زايده وقله التركيز اللي بنسميها ADHD، يعني attention deficit disorders، اللي هن بدل ما يحركوا ما بنصطوا. بما انه هذه الماده الدواء اللي هو ميتيل فينيدال او امفيتامين اللي قلنا عنه اللي بيعمل هيك في المخ، بيقدر يخلي البني ادم يركز اكثر ويقل حركته، معناته بتقدر هاي الماده تفيد هذول الأولاد اللي عندهم مشاكل تركيز، وإحنا كدكاترة ننصح فيهم.
طبعا كل دواء حتى الاكامول لايش الزياده عن حده بيعمل مضاعفات سلبيه. اما اذا حدثنا عن المخاطر الصحيه المحتمله من تناول الطلاب لهذه الحبوب، حبوب تنشيط الذاكره، يعني هي مش تنشيط ذاكره اخت مرام ان شاء الله نتصلح، هني الاولاد هذولا عندهم عدم التركيز، الذاكره عندهم موجوده، عم بالعكس عندهم حركه وعندهم طاقه، اما هني ما بيقدروا يستغلوها بشكل منيح. يعني ولد عنده مشكله تركيز معقول يخسر كل دروسه ويخسر امتحاناته لانه هو سريع وما بركز، ما بده شو بيعمل، بجاوب غلط. اما هو عنده القدرات لو قدرنا نعطيه دواء يخليه يركز ويخليه ينتبه بيقدر يجاوب الاجوبه بالصح وبيقدر يعني يكمل دراسه ويوصل لاشياء. طيب حدثنا عن المخاطر الصحيه لتناول هذه العقاقير على الطلبه، كيف تؤثر على صحتهم النفسيه العقليه؟ اخت مرام هي بديات كدواء، كل الطلاب من واحد لواحد صاروا يعرفوا انه هذا الدواء هذا البنتلين عدا انه بحسن بخلي الواحد عنده قدرات اكثر بخليه يركز اكثر. احنا بنعرف انه اذا بتضل الماده هاي الدوبامين في المخ يعني ما بتمتص الخليه ضعيف تعطينا شعور شيء اسمه اوفوريا، أوفوريا شعور بالفرح بالأب أب يعني إحنا فمبسوطين سعيدين. وإحنا بنعرف إنه كل المخدرات أغلب المخدرات هي بتشتغل على الشعور تبعنا بتخلينا نشعر فرحانين مبسوطين، وشوي شوي بصير الواحد بده مو أخذ أول شيء 5 ملغرام عملت له هاي الشعور المنيح، بعدين ما عادتش تكفي بينتقل إلى 7 والعشرة ملغرام لـ15 والـ20. عشان هذا إنه هي دواء صار اليوم سهل يعطوه الدكاترة، بعطوه الدكاترة لما بعطوه بالتركيز المنيح بالوقت المضبوط للأولاد اللي بحاجة لإله هو دواء كتير منيح، هو دواء بيساعد كتير. أما إسا صار يعني بالأولاد بالطلاب قاعد يستعمل بشكل مش مضبوط، صار يستعمل كسموم، وإحنا بنعرف كل السموم تبدأ يعني كل اللي بنأخده من شان تعطينا هذا الشعور، الشعور بالبسط بالراحة. طب هل هناك أي أساليب طبية بديلة يمكن للطلبة استخدامها يعني من أجل تنشيط الذاكرة والتركيز؟ هل هناك أي شيء بديل؟ معلوم في بديل، في ما هو البديل؟ إحنا أصلاً لو إنه الدكاترة اللي بعطوا الأدوية بنتبهوا يعملوا لكل ولد من شان نعطيه الدواء عليه رقابة، لازم نعمل له فحوصات نأكد إنه عنده مشكلة التركيز اللي اسمها ADHD، هدول في فحوصات أو سيخولون للأطفال إذا بنحكي على طفل، مع إنه بنعطى للكبار كمان اللي عنده مشكلة تركيز، أو نيورولوجيا لديم، أو في فحوصات عنا اسمها توفا كمان اللي بتنعمل بنقدر نبعث الولد يعمل فحص اللي بكلف 400-500 شيكل ونتأكد إذا الولد ما عندوش هاي المشكلة حرام نكتبلين وممنوع نكتبلين. أما شو صار؟ صار بسموها بهم مش استعمل مصطلح عبري يتكلا على ديك على هيدك عند الدكاتره بيجي بيقولوا له احنا الدكتور عادين ناخذ ريتالين علينا امتحان وبنقدرش بلا ريتالين. الدكاتره بطلت تتقيد انه الولد او الطالب يجي بتاكيد انه عنده مشكله تركيز، صرنا نعطيه وصار ياخذ ويعطي الدواء. هذا لما بنأخذ واحد ما عندوش مشكله تركيز بدي يعمل له بس الإشي الثاني، الشعور بالراحة، الشعور بالبسط، الشعور بالأوفوريا، صار هيك شوي شوي صار عنا النوع من اللي نسميه إدمان. والإدمان تبع الريتالين خطر، ليه خطر؟ لأنه بأدي بالنهاية لإشي اسمه اكتئاب، وإحنا بنعرف اكتئاب عند الكبار وعند الصغار، إذا الاكتئاب ما عالجناه بودي لحالات اللي هي مش محمودة بالمرة، يعني بنوصل لحالات تجربة انتحارات. عشان هيك سألتيني في بديل، معلوم في بديل، أول شيء لازم نكون متأكدين إنه بنعطيه للطالب الصح أو للولد الصح. إسا بدناش نعطيه ريتالين لأنه قاعد يأخذ كتير وبدنا نخفف عنه، في عنا أدوية مش كيميائية، أدوية معمولة من أعشاب، يعني بعطيك أنا أمتني مثلا دواء اسمه زوم، اليوم زوم معروف اللي فيهوش ولا أي يعني تلوت أي تعلق، اللي هو بيعمل تقريبا زي ريتالين. كمان اللي بسيكوثيرابي يعني حكي مع الطلاب اللي عند المشكلة اللي بنقدر كمان إحنا نخليهم يتحسنوا من دون دواء. بس برجع أخت مرام وبشدد وبحكي الريتالين لما بنعطى إيميل إنه ينأخذ غلط
وينأخذ من شان كسموم. الريتالين دواء فعال، الريتالين بخلي الطالب اللي معقول كان ما يقدرش يوصل للي بده اياه من ناحيه يعني الكشورين تبعون انه يوصل يتعلم يتقدم، لانه عنده مشكله تركيز. لما نعطيه الريتالين احنا بنخليه يوصل. بتسألي؟ بنساعده، احنا بنساعده. طب دكتور مازن، يعني سؤال اخر، هل فعلا ممكن اذا ما حسنا النوع ونوعية الأكل والتغذية كل هذا ربما أن يساعد في تعزيز الذاكرة والتركيز لدى الطلاب ويكون أيضا بديل من استخدام هذه العقاقير؟ اسمح اللي زي ما حكيت عزوب اللي هو كمان من نوع الأعشاب، الأكل والنوم والراحة بيساعد، بس كمان من شان إحنا بخلي الناس اللي بتعطي ريتالين ما تخافوا يفهموا. ولد اللي مأكل عنده الـ ADHD عنده مشكلة تركيز مشان ما يخسرش مستقبله، نقدر نعطيه ريتالين. كيف بنعطى الريتالين؟ أول شيء الريتالين بنعطى له في نوعين، في اللي بسموه الوقت تبعه 4 ساعات وقصير، وفي الوقت طويل لونج أكتين. إحنا إذا الولد بس بيروح على المدرسة الساعة 8 للساعة 1 نعطيه قبل ما يروح بكون ماكل بعد الأكل تبع اللي بيشتغل بس 4 ساعات، يعني بنأخذ وين بأخذه لما عليه مدرسة، في فرصة بخدش، في بتعلمش نقول سبت حد بخدش سبت حد، يعني نأخذ بس لما بيروح المدرسة 4-5 ساعات، إذا عليه امتحانات وبده يأخذ لوقت 8-9 ساعات، في إشي بسموه زي لونج أكتينج ريتالين اللي هو اسمه أو كونسيرتا أو ريتالين الأي، هدول بيشتغلوا ساعات أكثر. كمان هدول لازم ينعطوا بس في الأوقات اللي طالب بحاجة لإله، يعني فيش مدرسة بياخدوش. اليوم إحنا منشان نوصل للإدمان هو هدول الطلاب اللي بياخدوهم، لا إلين علاقة لا في الـ ADHD ولا في الامتحانات، إنما بياخدوهم منشان نوصل للشعور الحلو. للطلاب اللي عندهم نعم. وأنا بنصح ما فيش زي الريتالين اللي هو متيل في النداد، ولا زي الأتن اللي هو أمفيتامين فعال وبعطي نتائج إيجابية. نعم. إذا بنعطوا بالكمية المناسبة بالوقت المزبوط، ممنوع يخدوهن بالليل لأنه بيعمل خلي الواحد حركة زايدة بعدش يقدر ينام. إذا أخذ بالليل بالغلط لازم نطلب منه يعمل حركة منشان يستهلك كل الطاقة الزايدة. نعم يعني دكتور مازن، دكتور مازن وصلت الفكرة يعني، وشكرا للتوضيح، وكل عام وأنت بألف خير. شكرا جزيلا لك. جميع المستمعين والمشاهدين ألف خير. شكرا لك. شكرا لك. لا تلفزيون سوا مسوا. وإلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا البانورامية. كل عام وأنتم بألف خير. إلى اللقاء.